السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير الكابوتشينو، مقادير جد بسيطة وسهلة. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عندنا في المقادير كاس ديال الماء عادي، كاس ديال قهوة سريعة الذوبان، وكاس ديال السكر سنيدة. هاد العبار ممكن انكم ديروه الكميه اللي بغيتو، انكم ديما كديروا بنفس الكميه، يعني كاس 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 من الحاجه، او زلافه 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 من الحاجه. دابا غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير. كناخذوا شي اناء كنديروا فيه الماء والسكر والقهوه سريعه الذوبان، كلهم كنديروهم وكنخلطوهم بالخلاط الكهربائي. كنبقاو نضربو فيهم مزيان حتى كيوليو لينا بحال الكريمه. صافي، هذا هو الشكل اللي كنحتاجوه، كيوليو بحال هكا. غادي نديرو في شي زلافه، ويلا بغيتو تحتفظوا به، بما انني انا صيبت هنا كميه كبيره تقريبا، غادي ديروه في شي سوبيرو، ديروه في المجمد وقت ما احتاجيتو تجبدو منه وتاخدو منه معلقه او جوج على حسب الرغبه ديال كيفاش بغيتو الكابوتشينو، واش بغيتو قاصح ولا خفيف. تاخدو معلقه او جوج من الخليط كتزيدوها، كديروها في الطاس ديال القهوه، وكتزيدوا عليها الحليب سخون. وهو الكابوتشينو ديالنا واجد. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وبالنسبه لهاد الكاس هذا ممكن انكم الى جاكم مسوس تزيدوا فيه السكر، واخا درنا السكر من قبل. وبصحة والراحة.